قام فضل الشيخ ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح، ثبت هذا في الصحيحين أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزاد أحمد وما تأخر، ولكن هذه الزيادة اعتبرها كثير من أهل العلم وعدوها شاذة. لكن هذا أيضا يدل على فضل الله عز وجل وعلى كرمه وبره بخلقه جل وعلا، فمن وفق لقيام ليلة القدر زيادة على هذا الأجر أن الله تعالى يغفر له جميع يغفر له ما تقدم من ذنوبه جميعا. نعم جميعا، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه صافيا نظيفا أبيضا. أي فضل هذا؟ أي جود هذا؟ جود الله وفضله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، ونحمده جل وعلا على ما من وتفضل من هذه الأعمال وهذه المواسم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي.